السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي إلى رئيس الوزراء المحترم الدكتور عادل عبد المهدي، وإلى رئيس الجمهورية المحترم، وإلى رئيس البرلمان العراقي، وإلى وزير الصحة المحترم. كل ما أشاهد هذه الطفلة اللي تنطي دافع لكل أطفال العراق، واللي تنطي دافع لكل شخص عراقي مر بهذه الظروف، أنا متأكد إن أنتم عراقيين وصلاة وراح تقدرون أن توصلون بهذه الطفلة وكثير من أطفال العراق المريضين بهذا المرض. صدقوني إنه راح نقدر نتجاوز هواي أمور تخدم العراق بالمستقبل. رسالتي لكم، التفتوا الأطفال العراق لأن هم بحاجتكم الآن أكثر من أي وقت، هم بحاجة شخص يأتيني بيهم. أتمنى من رب العالمين إنهم تقدرون إن صوتي يوصل لكم في سبيل إن تساعدون هذه الطفلة وتساعدون كثير من الأطفال اللي يعانون من هذا المرض. إن شاء الله توصل رسالتنا، وإن شاء الله رب العالمين.